تم رصد واحتراق 200 دونم من الحنطة في مدينة جلولاء بمحافظة ديالى، حيث تم تبليغ مفارز الشرطة بالحريق وأنه حدث بفعل فاعل، لكن محاولات السيطرة عليه لم تنجح مما أدى إلى احتراق أغلب المحصول. فنشاهد. قاعدكم؟ لا ولكم هاي ما انتم كان يشوفوني ايه؟ ايه يا عيال تخربط هذا عمي صدام؟